انما ال 3 كيلو بياخد 3 وال 4 بياخد 4 وال 7 بياخد 7 سم وهكذا. ليه سلولي؟ عشان ده ممكن يقع في الكارت في السيستولي دخل الايونز جامد يعمل كونتراكشن جامد ليس بعديه كونتراكشن ولا ريلاكسيشن. ليه انترافينوس؟ ما ندي عضل ما دام عايزين ندي ببطء ما ندي عضل، العضل بيشتغل بعد نص ساعه. لا الكالسيوم كاوي انت حطيته في العضله كويتها خليتها بقى زي المهلبيه بقى مش عارف يدوس عليها. الكالسيوم لازم ديلوت في البلاط على طول فبيتاخد سلولي انترافينوس زي ما انتوا